مناهضة العنف ضد المرأة. في الحقيقة المؤتمر ده كمان جه بعد مؤتمر مهم جدا اتعمل من خلال المجلس القومي للمرأة على موضوع المرأة والدستور، باعتبار انه خلاص يعني تم وضع مواد خاصة بالمرأة. طبعا احنا بنرحب بسيادة السفيرة ميرفت السلاوي، واولا يعني نشكرها جدا جدا على المجهود اللي اتعمل في لجنة الخمسين. في الحقيقة هي كانت بتحارب كتير جدا، وده ما كانش خافي على حد. لأول مرة نكسب قضايا وحاجات ما كناش بنحلم ان هي ممكن تبقى موجودة في الدستور بتاعنا. انا برحب بيها وبديها الكلمة، لان هي كمان ممكن تقول لنا التوصيات اللي اتخرج بيها من المؤتمر امبارح. صباح الخير جميعا، ومبروك على مصر بالدستور، وان شاء الله يعني واجبنا كلنا ان احنا هننزل ونخلي جيراننا اللي جنبينا ينزلوا، ونفهم كل اللي محيطين بينا واللي بنشتغل معاهم أهمية نزولنا وموافقتنا على الدستور ده، لأنه ده هيفتح طريق استقرار لمصر، هيثبت انها ثورة شعبية بالفعل 30/6، وانه ده مش انقلاب زي الغربيين ما بيحاولوا يقولوا، وانه ده هيفتح الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتستقر مصر ان شاء الله، ونبتدي نشتغل اقتصاد وتنمية، وده اللي محتاجه الشعب المصري. انا اولا بشكر الاستاذة عزة كامل على اهتمامها وعلى النشاط اللي هي عاملاه، يعني من الساعة 9 جاية وداعي حضراتكم وتدريب وتوعية، ده يعني جهد مشكور للجمعيات أهلية مثالية زي اللي تتولاها السيدة عزة كامل. وعشان كده من جديتها أنا جيت، بالرغم من عندي كذا حاجة لازم أعملها، لكن أنا واجبي إن أنا أشجع الناس الجديين اللي بيعملوا لصالح المجتمع فقط مش لصالح أنفسهم يعني. فأنا بحيي عزة كامل الحقيقة. بالنسبة للعنف ضد المرأة، احنا عملنا اجتماع وقلنا فيه ازاي نترجم الدستور الى واقع عملي، ده اللي احنا هنبتدي نشتغل فيه، وانا عاوزة كل الجامعات الاهلية تسير على نفس الطريقة دي، عشان ما يقعدش الدستور ورقة مش منفذة وحقوق مش متاخدة. احنا زي ما عزة قالت كسبنا حاجات كتيرة في الدستور ده، مش بس 25% من مقاعد المحليات، ودي المدرسة الاولى لتدريب على السياسة في الدولة، وعشان كده بنطالب كل الناس يساعدونا في ان احنا نختار 25% دول من جميع المحافظات، يعني 25% يساوي 13,000 مقعد، 13,000 مقعد في المحافظات، فيعني عاوزة 13,000 اسم تكون السيرة الذاتية بتاعتها كويسة، هي عندها الرغبة في الترشح، مقبولة من الجمهور اللي هي عايشة في وسطه، قادرة على مواجهة المشاكل وحلها، عندها عقل منظم وشخصية قوية. يعني أنا هطالب عزة إنها لما تحط إيدها على شخصيات زي كده تبلغني، لأن أنا ما ادعيش إن أنا أعرف كل نساء مصر في 27 محافظة، فعاوزين مساعدتكم، الست الجادة القوية اللي نعتمد عليها عشان ننجح التجربة. لأن لما كانوا في لجنة الخمسين بيحددوا أو على وشك أنهم يحددوا 25% للستات و 25% للشباب، ما سألوش الشباب هل في شباب كفاية ولا لا، سألوني أنا هل في سيدات كفاية أو عندهم الكفاءة أنهم ياخدوا 25%. يعني الرجالة ما عندهاش فكرة على كفاءة المرأة وقدراتها،
وإمكانياتها. في نساء ربما أقوى من الرجال وعندهم قدرات حكيمة ومتوازنة، لكن مش معروفين. فأنا عاوزة السيدات يبانوا ويظهروا ويتعرفوا، احنا ما بنعرفش بعض. فده لازم نصلح الأخطاء اللي عندنا، وحضراتكم كلكم مسؤولين على ان تبلغونا. والله جارتي دي احسن مني، ابلغ عنها، اقول ان دي تستاهل المقعد، مش نتنافس وندي صوتنا الراجل وما نديش صوتنا الست. ده مهم جدا، لان لازم نعرف عيوبنا فين، مش كله نحمله على الرجالة. للقوانين منطقة العنف ضد المرأة المتعلقة بما يمثل عنف ضد المرأة، يمكن في عندنا في التشريع المصري بعض القوانين، ويمكن لما نطرح على حضراتكم نشوف هل هنحتاج اكيد محتاجين تشريعات جديدة، هل محتاجين تشريع جديد، هل محتاجين تعديلات، ده ممكن نطرحه ونناقشه مع بعض النهاردة. يعني هو الحقيقة بدأة يمكن زي ما دكتورة عزة تفضلت وقالت، احنا كان عندنا ورشة عمل الأسبوع اللي فات، كانت تحت رعاية معالي وزير العدل، وكانت بتشريف عدد كبير الحقيقة من رجال المجتمع ورجال الدولة، كان يمكن على رأسهم المستشار علي عوض، مستشار سيد رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية. يمكن حقيقة يعني ما كانش حظ ان ساعة السفيرة كانت ميرفة التلاوي كانت ما كانتش موجودة، انما الحقيقة ارسلت السفيرة منى عمر امين عام المجلس وقال الكلمة الحقيقة اسعدتنا جدا. يمكن ورشة العمل دي كانت مخاطب بيها المتعاملين المباشرين في مجال جرائم العنف ضد المرأة، كنا حاولنا ان احنا نتواصل فيها مع رجال القضاء، رجال المحاكم الجنائيه، اعضاء النيابه العامه، رجال الطب الشرعي، وايضا منظمات المجتمع المدني العامله في مجال المراه المعنفه او تاهيل المراه المعنفه. الحقيقه يمكن اللي استفدناه من ورشه العمل دي هو التقاء جميع الاطراف العامله في مجال الجرائم المتعلقه بجرائم العنف ضد المراه، للتواصل، قعدوا على ترابيزه واحده مع بعض اتكلموا، ويمكن في نهايه الورشه دي خرجوا هم اللي خرجوا ببعض التوصيات. مخرجات الورشه يمكن اقول لحضرتكم سريعا كده اهم هذه التوصيات. اهم هذه التوصيات يمكن هم كانوا حوالي 11 توصيه سريعا. واحد، مواصلة العمل من أجل وضع استراتيجية شاملة لمنع العنف ضد المرأة والبناء على التقدم الذي أحرزناه حتى الآن. اثنين، وضع صيغة نهائية لخطة العمل ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركاء في التنمية الممثلين معنا اليوم. ثلاثة، تعزيز التعاون بين كافة أجهزة العدالة من خلال عمل بروتوكولات بين تلك الجهات تشمل إجراء تدريب مشترك بينها ونقل الخبرات كل الجهات والتعريف بطريقة وآليات عمل كل جهة. إعداد لورشة عمل تضم خبراء وطنيين ودوليين في القانون الجنائي في مصر والخارج للنظر في القوانين الحالية أو المشروعات المقدمة ومدى ملائمتها لمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تعريف جريمة التحرش الجنسي. خمسة، إجراء دراسات إحصائية وبيانية عن ظاهرة العنف ضد المرأة كما وكيفا وأماكن انتشارها، وذلك من خلال المراكز القومية المتخصصة بإجراء تلك الإحصاءات. الإعداد لورش عمل تهدف إلى تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاء وكذا الطب الشرعي، وذلك بهدف تفعيل ما جاء بخطة العمل في هذا الشأن. يمكن أيضا كان أثير في الطب الشرعي أطباء شرعيين كانوا طلبوا أن يتواجد ممرضات. يمكن الجزئية دي بالذات يمكن نتوقف عندها، إن إحنا الحقيقة كان عندنا مفاجأة كبيرة جدا أن عدد الأطباء الشرعيين العاملين في المجال الميداني هم 90 طبيب على مستوى الجمهورية. الحقيقة أنا شخصيا الحقيقة دي كان بالنسبة لي مفاجأة كبيرة جدا في اللي عرفناها من السادة الأطباء الشرعيين. فهم كانوا بيطلبوا أيضا الاستعانة وتدريب ممرضات لسرعة الانتقال أو سرعة الفحص بطريقة طبية صحيحة في جرائم الاعتداءات الجنسية تحديدا، يمكن الاغتصاب هو أهمها. يعني صباح الخير عليكم كلكم، بشكر أكت وعزة صديقة القديمة جدا ودكتورة برفت التلاوي والسيادة المستشار،
وفي الحقيقة أنا عايزة أعرض عليكم القانون اللي كان اللي احنا بنشتغل عليه على تجريم العنف ضد النساء داخل الأسرة، وده لأنه فعلا العنف ضد النساء داخل الأسرة غير معترف به مجتمعيا أو مسكوت عنه بدعاوي كتيرة جدا. فالفكرة ابتدت من سنة 2004، كانت بدايتها مع مجموعة من الشبكة العربية من لبنان ومصر والأردن وفلسطين. ومن اللطيف ان فعلا الأردن ولبنان أصدروا قوانين لتجريم العنف داخل الأسرة، وللأسف مصر لحد دلوقتي عمالين بنجاهد من سنة 2004 لحد النهاردة مش عارفين نصدر هذا القانون. القانون ابتدى بان احنا وضعنا تصور ناتج من مراجعة قانون العقوبات المصري مع كل القوانين العالمية اللي في الدول المشابهة ودول العالم اللي بتجرم العنف ضد الأسرة ضد النساء، وابتدينا نعمل مؤتمرات وندوات على مستوى الجمهورية، ونناقش مع الفئات الخاصة زي الأطباء والمحامين والقضاء، ونعدل في التصور اللي احنا كنا حاطينه. وبعدين رجعنا نعمل هذه المؤتمرات والموائد المستديرة مع الفئات المستهدفة أو الفئات المستفيدة من خلال الجمعيات المتعاملة مع النساء، وابتدينا فعلا نحط تصورات مختلفة ونعدل في القانون لحد ما وصل للشكل النهائي بتاعه اللي هو فلسفته في الحقيقة فلسفة لحماية المرأة بالأساس من العنف بداية، وبعدين التدريج في العقوبات بعد كده. ففي الجزء الأولاني في القانون اللي هو بيحمي المرأة ان يحصل دورات تدريبية للمقبلين على الزواج بحيث ان هم يبقوا عندهم تصور او عندهم فكرة او يتعلموا او ازاي يديروا الخلافات اللي بتبقى موجودة داخل الأسرة من غير ما حد يتعرض للتاني بالعنف ومن غير وبشكل محترم. بعد الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج في قسيمة الزواج نفسها في عقد الزواج بتبقى موجودة شروط، يعني ساعة كتابة الكتاب زي ما بنقول بتبقى الزوجة أو العروسة عايزة شروط معينة وبيخجلوا إن هم يطلبوا هذه الشروط. فلو الشروط ديت مكتوبة في القسيمة اوريدي واللي مش عايزها يشطب عليها، ده بيرفع الحرج عن العروسة وأهل العروسة من إن هم يشترطوا على أهل الزوج يعني الشروط دي. بعد كده بنيجي لبعد الزواج. لو الزوجة اتعرضت للعنف من زوجها، فالأول درجة في الحكم بتبقى ان هو يعاد تأهيله مرة تانية، ان هو مرة تانية ياخد دورة تدريبية بحكم المحكمة، ان هو ياخد دورة تدريبية تانية في كيفية التواصل وكيفية التعامل بشكل محترم وتعديل سلوك. عند العود لو حصل ده مرة تانية فبيبقى برضو في حكم بحكم المحكمة بخدمة عامة،
خدمة عامة بمعنى الخدمة في دار مسنين، في دار معاقين، في دار أيتام، في حاجات بالشكل ده. وده بيعمل نوع من يعني هي عقوبة بترفع الحالة الشعورية عند الإنسان اللي بيبقى بيرتكب العنف. بعد كده بيبقى فيه لو العود عند العود الثالث بيبقى القانون العقوبات المصري بيحط عقوبة مقيدة للحريات أو غرامة، بس الغرامة تحصل لمصلحة الزوجة والأطفال، ما تحصلش لمصلحة المحكمة، لأن الغرامات بتتاخد لمصلحة المحكمة أو لمصلحة فإحنا بنقول إن الغرامة تحصل لمصلحة الزوجة وأطفالها.